البرنامج هذا من غير مستمر عبر كامل برمجة حملات مداهمات عبر كامل إقليم ولاية المدية بمناسبة حلول بمناسبة نهاية السنة وحلول السنة الجديدة 2022 التي تزامنت مع العطلة الشتوية وعطلة نهاية الأسبوع، وما تعرفه هذه الأخيرة من تنقل المواطنين وعائلتهم، حيث يتم خلالها مداهمة أوكار للجريمة، وضع نقاط مراقبة وتفتيش عبر محاور الطرق لغرض تأمين تنقل المواطنين وتسهيل حركة المرور، وتأمين المناطق السياحية وأماكن الراحة والاستجمام التي تشهد توافدا وإقبالا للعائلات على غرار منطقة الحمدانية وبن شيكاو. وقد شمل هذا المخطط عمليات مداهمة أمنية مشتركة للوحدات العملياتية للأماكن وأوكار الجريمة المعروفة بتوافد الأشخاص مشبوهين لها، كما تم وضع تشكيلات أمنية مشتركة على مستوى الطرقات الرئيسية والأماكن التي تعرف إقبال العائلات عليها ليلا، خاصة في هذه الفترة التي تشهد حركة مرورية كثيفة.